عشان تتنقل من راس البر لعزبة البرج رايح أو جاي لازم تركب معدية. فإيه رأيكم وإحنا في المعدية نسمع حكاية عم عيد اللي ابتدى بكبير مهندسين بحريين لحد ما بقاله 40 سنة بيشتغل على المعدية. عم عيد منورنا في أهالينا. أهلا وسهلا. أنت مين يا عم عيد؟ أنا عيد ماشي من رأس البر، مواليد رأس البر ومقيم في رأس البر. تمام. حضرتك ابتديت حياتك مع البحر كبير مهندسين بحريين متخرج من الأكاديمية البحرية. لا بس في حاجة أقول لحضرتك، هي درجات. طب ما تحكي لي حكايتك مع البحر من زمان. أنا سافرت دول كتير، دول كتير على السفن الأجنبية. أنت الأول درست ودخلت الأكاديمية البحرية، هل اشتغلت قبلها ولا إيه؟ كنت شغال طبعا، خبرة وعلمي. فكل فترة مثلا إيه؟ كل رحلة مثلا بدايتي كانت زيات. زيات؟ زيات يعني ايه؟ يعني اويلر. اويلر يعني ايه اويلر؟ بتزيت المكنة مثلا؟ مساعد. تمام. كان عندك كم سنة بقى وقتها؟ 18 سنة. ده ما كنتش لسه دخلت اكاديمية بحرية؟ لا. طب دي كانت اول شغلانه في حياتك ولا قبلها كنت بتشتغل؟ لا كنت شغال صياد. صياد على مركب صيد بتاعت عيلتكم ولا عند الناس؟ لا على مركب صيد. بتاعت ناس. هو انت ترتيبك رقم كام في اخواتك يا عم عيد؟ انا الوحيد. هل كنت انت اللي فاتح البيت؟ طبعا. طيب اشتغلت اويلر وانت عندك 18 سنه او زيات. بعدها ايه الشغلانه اللي بعدها؟ الشغلانه هي درجات. ما احنا عايزين بقى الدرجات لحد ست. تالت انجينير. يعني رقم 3 مهندس بس رقم 3. في فوقيك لسه 2. في لسه 2. اشتغلت بقى على مراكب شكلها ايه وبتسافر فين؟ مراكب يونانيه. كنا شغالين حوض البحر الابيض المتوسط والاطلنطي. تمام. يعني مثلا اخر حاجه كانت دوله اسمها توربان. وبنبدا بقى واحنا جايين لغايه اليونان، يعني دول افريقيا كلها. ساحل العاج وليبيريا. خدت راس رجاء الصالح كله. وكانت نهايه رحلتنا لان الشركه كانت يونانيه. يعني كنا مثلا بنقطع في الرحله راحه جايه حوالي عن 100 يوم. 100 يوم. كل ده وانت بتتعلم ولا كنت خلاص تعليم؟ لا انا شغال. اشتغلت. شغال. طيب اتعلمت ايه بقى في الرحلات دي كلها لحد ما وصلت لكبير مهندسين؟ كنت بعمل دورات في اسكندريه، يعني مثلا اخد الرحله مثلا سنه او اكتر او اقل. اول رحله ليا كانت 7 سنين. 7 سنين رحله؟ 7 سنين ما جتش مصر. لا تقول لنا بقى الرحله السبع سنين دي ايه؟ كان يعني ممكن كنت اعرف اسره يونانيه كنت اتجوز واقيم هناك بس ما رضتهاش. يعني انت اتحركت من هنا على اليونان. قعدت في اليونان قد ايه؟ ما كنتش قاعد في ما كنتش مقيم في اليونان. بتتحرك في البحر. بس بنرجع تاني. الشركه كانت الاساسيه في اليونان. المقر بتاعها. ابتديت تستقر في شغلك؟ هو كبدايه يعني وانا شاب. ما كانش اولا انت لسه شاب وعم الشباب والرياضه. ما كانش فيه تلاعب. تمام. ما كنتش اتعرف على حد. شغلي عملي. اتجوزت متاخر يا عم عيد؟ عندي 30 سنه. طيب كلمني بقى عن لما قررت ترجع تستقر في مصر، كان عندك كام سنه؟ لا ما هو انا من سنه 90 تزوجت هنا. وقعدت فتره برضو ما حاولتش ان انا امشي. قعدت فترة كام سنة كده، 4-5 سنين.